يحيي أبناء سامراء بعضاً من أجواء رمضان المميزة التي اعتادوا عليها، وهو ما بث بعضاً من الأمل الذي يخفف عنهم ما عانوه طوال السنوات الماضية. احنا هسه قاعدين تشوفنا قاعدين بهاي الحديقة، وأجواء رمضان زينة ومن واستقرار والحمد لله. هاي الحلويات والفطور وناس تسير على الناس ولعب. لا والله المحبس هسه بين السنة ماكو، ولا كانت قبل يلعبون محبس، هسه ماكو بين برمضان. هي يعني بسامرة بعادتنا اهل سامرة نطلع ورا الفطور، يعني نتجول بالاسواق او نتجه الى محلات الحلويات او الكوفيات، يعني الموطة والحلويات، يعني حتى نعوض السعرات الحرارة اللي نفقدها بوقت الصيام بالنهار. والله اجواء حلوة الحمد لله، وامان متوفر، خاصة هسه تشوف احنا تقريبا بالوحدة الاربع بالليل، اي امان. شهر رمضان في المدينة عادات وتقاليد يتقاسمها مع كثير من المحافظات العراقية احتفاء بهذا الشهر المبارك، إذ يبدأ المواطنون بالإفطار وبعدها يتوجهون لإداء صلوات العشاء والتراويح، ومن ثم للخروج إلى المقاهي الشعبية ومحال العصائر والحلويات التي اعتاد عليها السامرائيون في كل عام من هذا الشهر الفضيل. من عادتنا احنا اهالي سامراء بعد استقرار الوضع الامني في المدينه، يعني وحتى قبل هالفتره، انه الصايم يحتاج يعني بعض السعرات الحراريه يطلع يعني بعد الافطار، فنجي محلات كوفيات، يعني محلات العصائر، محلات الحلويات، يعني تغيير جو. ان الفرق البارز بين رمضان هذه السنه ان المحافظة تشهد استقرارا امنيا ملحوظا عكس السنوات السابقة التي شهدت معارك بين القوات المشتركة وداعش الذي سيطر على اجزاء واسعة من صلاح الدين. من سامراء، محمد السامرائي، قناة التغيير.